رجعنا لكم تاني ولسه مكملين، والفقرة دي تغذية وعلاج. من وقت العاصفة الترابية والمطرة لحد من شهر ما بنسألش بعض على السوشيال ميديا ولا على التليفون ولا على الواتساب غير في حاجات. عايزة طريقة كيكة المج، عايزة طريقة بسكوت العشر دقايق، عايزة طريقة الفطير المتطبق ونحشيه ايه، ودخلنا في دوامة أكل أكل أكل، والفانيليا قلت والبيكنج باودر قل، وكانت مشكلة كبيرة جدا. وفجأة مرة واحدة الحظر اتشال ورجعنا كلنا لشغلنا، وبدأنا كل الأسئلة دي نسيناها وبدأنا نسأل بعض أنا تخنت وأخس ازاي وأعمل ايه. أسئلة كتير، ونسأل عن صيام متقطع وكيتو دايت وأدوية، ودخلنا في دوامه كبيره جدا. عشان كده النهارده مشرفانا في الاستوديو اللي هتفصل في كل الاسئله دي دكتور نور احمد، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. اهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. بك يا هبه. طبعا من اكتر الحلقات اللي انا ببقى مبسوطه معاكي بيها، لان انت بتجاوبي على كل الاسئله اللي بتشغل بال اي حد قاعد بيتفرج. طبعا واجبنا طبعا نحو الناس اللي مستنيين يفهموا حاجات كتيره جدا عن التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه وتخنت وخسيت، فلازم طبعا نوضح لهم كل الحاجات دي، وابقى سعيده جدا وانا معاكي يا هبه. انا اسعد والله، طريقتك سهله وجميله. احنا كنا عملنا استفتاء انا وحضرتك على صفحاتنا من كام يوم، يمكن كانت اكتر الاسئله اللي جالنا هما سؤالين، كان الصيام المتقطع صح؟ صح. الناس سالت عليه ايه هو الصيام المتقطع، وكمان السؤال الثاني وانا عامله دايت شهيتي دايما بتكون مفتوحه، كان الجسم بيبقى حاسس، يعني حاسس هو بيبقى عارف ان احنا بنعمل دايت فعلا. فاحنا ممكن نجاوب على سؤالين، اكتر سؤالين الاستفتاء. طيب الصيام المتقطع هنجاوب عليه في نقط بسيطه وسريعه عشان وقت الفقره بتاعتنا. تمام. هنحط هنا 18 16 ساعه وهنا 8 ساعات، يبقى 16 ساعه صيام 8 ساعات باكل فيهم. ال 16 ساعه دول ايه المسموح لي فيهم؟ هنقول التالي ومش هنتناقش فيه بعد كده، يعني مش عايزه حد يجي يقول لي ممكن اكل سلطه، ممكن اكل شاي بلبن خالي الدسم والحاجات دي، لا. ال 16 ساعه صيام، وممكن ما ابداش ال 16، ممكن ابدا ب 14 او 12، يعني هاخدهم تدريجيا كده. اول مثلا يومين ابدا ب 12 ساعه صيام، بعد كده اخد 14 ساعه صيام، بعد كده 16 ساعه صيام، عشان الجسم ما يتفاجئش ان في حاجه ايه مش طبيعيه. اوكي، ال 16 ساعه صيام او اي وات ايفر بقى 12 14 16 هيكون فيهم التالي: ميه، شاي اخضر، قهوه خضراء، قهوه عاديه بتاعتنا، يعني مشروبات مسموحه بس بدون سكر. بدون سكر، ممكن سكر دايت بس انواع معينه، مش كل الانواع اللي في السوق المسموح بيها برضه. يبقى انا كده مسموح لي شاي سوائل بس، شاي اخضر، قهوه خضراء، قهوه عاديه، شاي احمر من بتاعنا العادي بس بدون سكر، ميه، ممكن ليمون، ما حدش يقول لي بقى سلطه، ما حدش يقول لي لبن خالي الدسم، ما حدش يقول لي اي حاجه تانية، خلاص احنا قلنا. هو انا كده كنت بعمل حاجه غلط؟ اللي هي انا كنت ببقى صايمه وبشرب نسكافيه. لا ولا نسكافيه حتى، يعني ممكن انا كده الصيام ده بتكرر الصيام. اصل هي الفكره كلها احنا شغالين على هرمونات، احنا عندنا هرمونات بتعلي معدل حرق الدهون في الجسم، وهرمونات تانية بتخزن الدهون في الجسم. تمام. فانا فكره الصيام المتقطع كلها مش اكل بس، لا ده انا بلعب على هرمونات جسمي. الفكره كلها ان انا لما بقعد 16 ساعه صيام، في حاجه عندي اسمها هرمون النمو، جروث هرمون، ده بيعلى جدا في الجسم. الهرمون ده المسؤول عن مضاعفه معدل حرق الدهون في الجسم، عشان كده فالفكره كلها بقى انا لازم ادخل له حاجات اللي هي ما فيهاش زيرو سعرات حراريه، اللي هي الميه، الشاي، القهوه، الحاجات دي كلها، عشان كده فعلا الناس كانت فاهمه غلط. بالظبط. ال 8 ساعات بقى الفطار باخد فيهم وجبتين او ثلاثه، بس هو الافضل وجبتين. وجبه فطار، ويكون تلت الفطار بتاعي بروتين، خضار، كرب او نشويات، يبقى انا كده عندي التلت الطبق بتاعي تلات تلت خضار، تلت بروتين، تلت نشويات، وبقسمه بالطريقه دي. ولازم يكون ما بين وجبه الفطار بتاعتي وجبه الغداء هنعدي 5 ساعات تانية صيام بيكون فيهم ميه او فنجان قهوه. تمام. بس هي دي الفكره بتاعت الصيام المتقطع، لو مشيتي عليه صح وطبقتيه صح هتوصلي لافضل النتائج بتاعتك فيه. لا كده احنا شرحناه صح، يمكن هو ده كان من اكثر الاسئله لان هم ما كانوش فاهمينه صح. السؤال الثاني يا دكتور اللي كان في الاستفتاء، التخلص من الشهيه المفتوحه اثناء الدايت. طيب يوسف، انا عايزاكي بقى تحطي ورقه كده على باب الثلاجه او باب المطبخ بتاعك، تعملي الحاجات دي، وفعلا دي تجارب يعني الناس كتيره جدا ما جرباها وجايبه نتائج حلوه قوي. تمام. خلي عندك 3 4 اهداف قدام عينك: شرب ميه كتير، الياف كتير جدا اللي هي الخضار والبروتين والحاجات دي، الخضره ثم الخضره ثم الخضره بكل انواعها بكل اشكالها، الزبادي قبل النوم، كذا حاجه كده هحطهم قدامي. لو انا عملتهم بانتظام كل يوم، حطيتهم ورقه كده باب المطبخ، هيبقى قدام عيني على طول وشايفاهم الحاجات دي. الميه، انت ممكن تكوني انت عندك احساس بالجوع بس انت عطشانه، فمجرد ما تشربي وتصبري على نفسك شويه احساس الجوع هيروح. صح يا دكتور. ممكن اتفضلي. بالمناسبه بس الارقام للتواصل مع دكتور نور الارقام على الشاشه، اتفضلي. جميل يا ساره يا هبه. الفكره الثانيه بقى الخضروات، لازم يكون الطبق بتاعي فيه نسبه خضروات عاليه جدا. مش هقول لك قطعي سلطه واعملي طبق سلطه وعصري عليه ليمونه، لا، انت ممكن تقطعي شرايح كبيره
قطع كبيره جدا وتحطيها في طبق، بس المهم ان يكون موجود في كل وجبه معاكي طبق الخضار ده عشان يديني نسبه اشباع، بيملى المعده، بحس ان انا بالشبع، بحس ان انا مش جعانه، فده بيفرق معايا جدا. فعلا يا دكتور عندك حق، يمكن انا ساعات لما بشرب كوبايتين ميه للحريق لما نصحتيني في الحلقه اللي فاتت بالظبط على موضوع كوبايتين ميه ده، فعلا بحس ان هو بيقفل معايا وفعلا بحس ان انا بتنسي الجوع خلاص. فعلا صح، فانت ما تهوديش نفسك، مش كل ما نحس بالجوع نجري على الثلاجه ونجيب صح. الاكل وناكل، لا، خلي عندك اولويات. لو انا جعانه شويه ميه، لو انا جعانه كلي خضار، لو انا جعانه كلي حاجه فاكهه بس ما يكونش فيها سكريات عاليه. قبل ما ادخل بقى في قصه الاكل خالص. اتفضلي. طب يا دكتور في ناس بقى تانية خالص زهقت من الدايت، وفي ناس ما بتعرفش اصلا تعمل دايت، ده بيكون غصب عنهم. اي طبعا. في ايه الكورسات اللي عند حضرتك ممكن تقدر تفيدهم؟ طيب، هو فكره الدايت لوحدها دي بسبب اكتئاب لاي حد فعلا للاسف. كلمه بتجيب حاله نفسيه كده، تحس ان انت مش مبسوطه ومش مرتاحه. طب هقول في علاج لمرضى السمنه، اكيد طبعا في علاج لمرضى السمنه، زي ما السمنه سبب من اسباب مرض السكر ومرض الضغط ومرض القلب وامراض تانية كتيره مزمنه، امراض بداية العظام كل كلها الأمراض للاسف سببها بسبب السمنه والحمل التقيل على الرجل وعلى الفقرات وعلى الركبة. الغضروف. صح. فلازم طالما انا وفرت علاج للسكر والضغط والحاجات دي، لازم اوفر علاج لمسبب الحاجات دي اللي هي السمنه. فعلا. ففي طبعا منظومه علاجيه كامله جدا جدا بتوفر لمريض السمنه نزول امن ومريح. مثلا انا مثلا ما لما اديك الكورس مثلا تخسيس، هيديك شعور قوي جدا بالامتلاء والشبع، هيحس على طول ان انت شبعانه، ما عندكش ازمه اللي انا جعانه وحرمه نفسي، حصل. لا ده انا شبعانه ومش قادره اكل اصلا، حصل. انا اقدر استغنى عن الاكل. تجربه انا ودكتور علميه. نور بنضحك لان انا جربت منتج من عندها، كلمتها قلت لها انا عايزه اكل. ايوه حقيقي انا عايزه بتحصل. اكل، كنت زدت كام كيلو طبيعي ايام معاكم الحظر يعني. طبعا. ايوه ايام كلنا. الحظر، واخدت منها كورس، كلمتها يا دكتور انا عايزه اكل، اعمل ايه؟ انا مش عارفه اكل. فعلا حقيقي اللي انت بتقوليه، انا فعلا كنت عايزه اكل مش هي دي عارفه. مهمه الكبسولات، ان هي بتوفر على مريض بس سمنه، حتى لو مش سمنه مفرطه، سمنه عاديه، بس كلنا بنحب الرشاقه، بنحب نظهر بمنظر شيك وحلو وجسمنا جميل. فهي الفكره ان الكبسوله بتديكي شعور قوي جدا بالامتلاء والشبع، وفي نفس الوقت بتضعف معدل حرق الدهون في الجسم. وفي نفس الوقت حاجه تانية بقى كمان، يعني ان انا لازم اكل وهو طبعا بيديني امتلاء، فبلاقي نفسي ان انا دايركت عايزه استغل ان انا شبعانه، بالظبط فبروح للحاجات المفيده، بالظبط كده، خضار، حاجات فاكهه، مشويه، بروتين. يعني هو ميزته كمان يا دكتور عشان انا جربته شخصيا، ما بيخلينيش اروح بقى للعك، سوري يعني بالظبط كده، بالعربي، برافو عليكي. هي ما بحبش اعك، لا برافو خلاص عليكي. انا كده عايزه اكل، هو اداني سبيس ان انا خلاص هاكل، لا باكل بلاقي نفسي رايحه الخضار، قطعه مشويه، بالظبط. فلا هو ممتاز جدا جدا. طب يا دكتور في اسئله بقى كتير بتجيلنا، ان هو الدواء ده مناسب ليا اصلا انا مريض سكر، هو الدواء ده مناسب ليا انا مريض ضغط، انا مريض غده درقيه، فممكن حضرتك تقولي لي الكورس ايه وضعه بقى مع اصحاب الامراض؟ طيب بصي، هي الكورسات هي مش كورس واحد، هي بيبقى كذا نوع وانواع مختلفه كتيره جدا، لكل حاله صحيه مناسبه بيكون ليها الكورس المناسب ليها. يعني مريض تمام. الضغط غير مريض السكر. صح. يعني بس احنا نتصل على الارقام الموجوده، في فريق طبي بيرد عليهم بيعرفهم ايه الكورس المتاح او المناسب لكل شخص، كل سواء مريض حاله. سكر سواء مريض غده درقيه، لان مرضى الغده الدرقيه دول عندهم ازمه وعندهم مشكله حقيقيه مع الحرق، لان عندهم الحرق تقريبا شبه معدوم. صح. للاسف مش مرضى الغده بس، ده معظمنا كمان، وفي ناس كتيره جدا بتبقى اكلتها بسيطه جدا وقليله، وللاسف بتعاني من موضوع ان هي ما بتخسش. في ناس بتجي لنا مثلا يا دكتور انا ما باكلش وللاسف انا مش بخسش، في حاله غريبه في جسمي ان هو عدم استجابه للدايت اللي انا عاملاه. فالفكره مش اكل بس، الفكره حرق شغال، هرمونات في الجسم مستجابه ان هي تنزل ده، الدهون اللي جوه دي عندها استعداد وعندها حافز خارجي يخليها تنزل، ما فيش حافز للاسف. فاحنا بنستخدم ساعتها كورسات بقى بتساعدنا على مضاعفه حرق الدهون في الجسم وعلى التحكم في الشهيه، وكده بيكون تخسيس امن وسريع ان شاء الله باذن الله، سواء ان لمرضى شاء الله. الضغط، السكر، الغده الدرقيه، الاطفال من 16 سنه، كل الاطفال، ده هو احنا متاح. جالنا فعلا اسئله كتيره عن الاطفال، يعني هي كمان برضو مخصصه طبعا. للاطفال. هو حضرتك كمان الميزه عند حضرتك لما تواصلت مع الفريق، هما بيسالوا انت وزنك قد ايه، اكيد طبعا. طول قد ايه، في اسئله كتير جدا. الحاله بمناسبه بقى يا الصحيه، دكتور الفريق الطبي، في متابعه مع الفريق الطبي اثناء فتره الكورس؟ المتابعه اهم من الكورس على فكره، لازم انا اكون متابعه مع الحاله بتاعتي وعارفه ماشيه ازاي، بنوزن كل 10 ايام وبنرجع للفريق الطبي بتاعنا ايه الاخبار، مشينا ايه، نزلنا قد ايه، لان بصي هي تعتبر برضو هي مريض السمنه مريض زي اي مريض في الدنيا، فعلا لازم يرجع كل فتره للدكتور بتاعه. واحنا بالنسبه لمرضى السمنه بالذات، عارفه انت، هي الكورسات تعتبر كورسات تعليميه اكتر ما هي كورسات علاجيه. صح. ان انا خلال فتره الكورس دي بعودك على لايف ستايل معين بتمشي عليه، خلاص بقى بعد كده انا مش هفضل اديك الكورسات طول عمرك. مثلا كبرنا شهر 2 3 خلاص وصلنا للمثالي مع بعض، تمام كده بثبت لك الوزن
وبعد كده يعني في متابعة على ما طبعا. تم. طب بمناسبة بقى اللي احنا الناس اللي وصلت المثالي، ممكن نروح نتفرج على شوية صور طبعا. للإنجاز اللي حضرتك عملتيه لنا ونشرح عليه؟ اتفضلي. اتفضلي. ما شاء دي يا الله. دكتور ايه مثلا، يعني نزلت قد ايه؟ اشرحي لنا كده على الصور. طيب دي مريان، دي كانت ضيفة معانا في حلقة قبل كده سابقة. تمام ما شاء الله مريان حوالي مثلا من 90 كيلو تقريبا، ما شاء الله لزمان شايفة كده 65 كيلو، ما ده شاء في حوالي الله شهرين، ما مش شاء كتير الله على فكرة، ما شاء يعني الله معدل النزول ده في شهرين. ما شاء الكورس اللي الله معانا ضيفة ياسمين دي ان شاء الله فرحها قريب. بصي ياسمين الفرق رهيب من حاجة مبروك يا ياسمين ياسمين فرحها قريب ان شاء الله. دي ياسمين كانت حوالي 120، دلوقتي هي حاليا 70 كيلو ولسه عايزه تنزل ياه تاني لان ما فرحها شاء الاسبوع الله الجاي، ما شاء الله فالفرق رهيب. ده طفل ده صغنن طفلة اهو. كريم، ده كريم حوالي كان مثلا 80، وصل ل 60 كيلو، بس كريم كان شاطر جدا وملتزم معانا وبيسمع الكلام، وكمان كان بينزل جيم 3 ايام في الاسبوع. أهم حاجة الرياضة برضه يا دكتور صح؟ يعني ممتاز ممتاز ممتاز. حلو قوي الكورسات شغاله معاكي 24 ساعه على مضاعفه معدل حرق الدهون في الجسم، فده بيخليكي اكيد اكيد هتخسي طالما اكلي قل وعندي شعور قوي بالامتلاء والشبع خلاص، وفي حرق شغال على الدهون المتراكمه سواء في جسمي او في بطني او في الدراعين، كده اضمني ان انت هتخسي. طب بصي يا دكتور، هو سؤال بيبقى منتشر وانا عارفه ان هو ملوش يعني نظريه معروفه او حاجه، بس اتفضلي. في سؤال كتير بيتسال، هو انا لو خدت الكورس ده هخس من معدل قد ايه في قد ايه؟ معلش هو بيبقى سؤال عندنا كلنا. بس هو لازم برضو اللي بياخد يبقى مطمن، عارف اه هو طبعا حقه، اه يعني ما عشان فلازم كده يكون عندنا اجابات برضو واضحه وصريحه. مثلا يعني هنقول مثلا رينج من 12 ل 15 كيلو في ال5 اسابيع، لان الكورس مدته 5 اسابيع مش شهر. حلو قوي. احنا معانا صوره تانية يا دكتور ممكن نشوفها؟ احنا دي ام بسنت، دي من محافظه الشرقيه في الزقازيق. بصي انا عايزه، انا عايزاكي بس تبصي ده ثلاث ما شاء شهور الله انا سايباكي تتكلمي، انا منبهره يعني ثلاث الكاميرا لو شهور جايه عليا انا معدل منبهره. كل شهر او كل الكورس بيقعد 5 اسابيع ان شاء الله، من يعني حوالي 15 كيلو فتره الكورس، ايوه نزول امن والحمد لله. الناس من فرحتها اصلا بتتصور وتبعت، يعني مبسوطه مبهورين ومبسوطين. طبعا اصل ده انجاز. معظمهم كانوا حالات، كانوا ضيوف معانا في حلقات سابقه هنا حلو في القناه نبقى مره نجيب ان شاء الله حالة باذن منهم الله. يتكلموا. ان شاء اصل الله. يا دكتور بيكون انجاز، انا عن نفسي لما بكسب 2 كيلو او 3 وبنزلهم بحس ان انا بمسك طبعا. الموبايل، تخيلي بقى لما بيكون وزن. لا حضرتك بجد بتعملي مجهود، الحمد هو لله. اصلا كمان يعني حضرتك غير ان انت بتدي كورس المناسب بتتابعي، وكمان انت لطيفه ربنا يعني دي يكرمك يا بجد لا اخوتي حاجه عشان والله. انا جربتها. طيب يا دكتور الكورس كبسولات بس؟ لا الكورس بيبقى ثلاثي معانا عشان نضمن ان هو شغال معانا 24 ساعه في اليوم. الكبسوله دي بناخدها اول ما نصحى من النوم، او ممكن قبل الفطار، وممكن ناخدها بعد الفطار على حسب برضو الحاله الصحيه للمريض او للمريض السنه اللي معانا. تمام. في شاي، الشاي دوت بيبقى عامل، عارفه انت اي دايت او اي نظام غذائي بيبقى فيه نظام ستريس كده وضغط عصبي، وانت على طول متوتره من قله فعلا الاكل صح والحاجات دي. الشاي صح ده بقى بيعمل على ايه؟ بيعمل لنا حاله استرخاء كده، مكون من اعشاب طبيعيه جدا، بيعمل طب على ده مهم جدا. ده لذيذ جدا ومهم جدا، لانه على طول بتشربيه قبل النوم بيحسسك بحاله من الاسترخاء، هو مكون من اعشاب طبيعيه 100%. البابولينج بقى واليانسون والشاي الاخضر والجرين كوفي والحاجات الجميله دي كلها، مجرد ما بتاخديها قبل النوم ده بيساعدك على الاسترخاء والنوم الهادي، وبرضه بيعمل ليونه في المعده عشان معظم الناس بتعاني من موضوع الامساك اثناء الدايت، فدي صح مهمه الشاي. في نقط باخدها طول اليوم، بحط منها قطاره على ازازه ميه بفضل اشرب منها طول اليوم، دي بتضاعف معايا معدل حرق الدهون عشان لو حد الحرق بتاعه اصلا بالظبط. يبقى ضعيف. احنا كده شغالين بكل اللي نقدر عليه مع الحاله بتاعتنا 24 ساعه في اليوم، شغالين على مضاعفه حرق للدهون المتراكمه في الجسم، اصل الدهون دي للاسف بتبقى دهون سنين متراكمه، يعني مفيش حد يدخن مثلا مش من سهل 80 ل 110 في يوم او في يومين، لا ده تدخينهم على مدار سنين، او ولاده وحمل ورضاعه والكلام ده كله، او تراكم دهون بقى على مدار سنين. فلازم لما اشتغل معايا اشتغل بكورس كويس امن فعال، على يشتغل معايا 24 ساعه في اليوم، ان هو يضعفش الحرق ويعمل معايا زي تكميم. عارفه كورسات، عارفه عمليات التكميم؟ هي الكورسات دي بديله لعمليه التكميم، بدل ما اتوجه للجراحه وان انا اعمل عمليه واغمر بنفسي لا لا والكلام ده كله، لا الكورسات دي فعلا على مدار ال5 اسابيع اللي بتاخديهم فيه بيحصل لك زي شبه تكميم، لان المعده عباره عن بالونه، مع الوقت على قد ما بتديها بتتعود، لو بتديها فعلا كميات كبيره خلاص اتعودت ان هي على طول عايزه تاكل، تفتح الثلاجه وطول الليل وطول النهار بتاكلي، عودتيها لمده اسبوع واحد بس على كميه اكل قليله، وفي حاجه مساعداكي على ده، المعده خلاص اتعودت على كميه الاكل البسيطه دي، وبالفعل بتفضل يعني خلاص بقى هي تكميم بس على مدار
شهر او شهرين تقل بالظبط كميه المعده. اه بالظبط، برافو عليكي. بالزبط. كميه المعده حجمها بيقل وبتتعود على كميه اكل بسيطه، وهو ده المطلوب مع مضاعفه الحرق الدهون للجسم. خلاص كده تمام، يبقى احنا كده ان شاء الله نازلين نازلين. يعني احنا ساعات بنقعد نقول لبعض انا ما قدرتش اكمل الطبق اصل انا معدتي صغرت. أيوة عشان كنت عليك. بعمل دايت. أيوة. يعني هو ده، يعني هو معنى كده يا دكتور ان الكورس الكبسولات اللي هي بتحسسني بالامتلاء والشبع لفتره طويله، وبتضطرني ان انا اكل اكل صحي، لان انا ساعتها اصل انا مش جايبه كورس علشان يعني عايزه اعمل بيه حاجه. صح. فاكيد الوقت اللي انا هجوع فيه اكل حاجات صحي، اكل صحي. وكمان الكورس فيه النقط اللي بتضاعف معدل الحرق، يبقى انا كده بشتغل على الحاجتين. برافو عليك. عندي امتلاء. وكمان مش بس كده، لا انا كمان في حاجه تانية بتشغل على الدهون اللي جوه في الجسم وتحرق، لان مش كلنا حرق بيبقى يعني في ناس بتمنع الاكل وفي ناس ما بتخسش. يعني في ناس بتمنع الاكل خالص بس للاسف ما بتخسش. ليه؟ صح. لان الحرق مش شغال. صح. فلازم الكورس يبقى شغال على الحاجتين، على مضاعفه الحرق وعلى التحكم في الشهيه. تمام. وبالليل بقى كوبايه الشاي اللي هي ناخدها. لسه كنت هقول بقى برضو الحاجه الثالثه اللي هي كوبايه الشاي، لان معظم الناس اللي بتعمل دايت بيبقوا عصبيين. برافو. ويمكن ممكن ناخد مثال الصيام في رمضان. بالظبط، دايما بيكونوا عصبيين وبتحصل خناقات في ستريس وفي ضغط عصبي وفي بالزبط. شعور بالتوتر والقلق. لا، الشاي بالليل بيدينا بقى شعور بالراحه، شعور بالاسترخاء كده. كمان بيعمل ليونه في المعده، لان في ناس برضو زي ما قلت لك بتعاني. دي مهمه جدا الموضوع ده، لان في ناس كتيره جدا جدا وممكن يعرفوا دلوقتي ان هم بيعانوا كتيره جدا مع الدايت بيحصل امساك. دي حقيقه. فاحنا لازم نتجنب حدوث حاجه زي كده. يبقى احنا كده ماشيين على الخط بالظبط. هو كورس كده كامل متكامل يعني حضرتك. بجد خصوصا يعني معجبه اكتر حاجه موضوع الشاي. لان دي حضرتك عارفه يعني حضرتك بتحلي كل المشاكل. لازم نلعب الجانب النفسي مهم جدا. فما ينفعش اديكي حاجه تلعب على مثلا على هرمونات المخ في الدماغ. لا، الكورس شغال على المعده، مش على ملوش علاقه بالدماغ خالص، ملوش علاقه بالخلايا العصبيه في المخ خالص. لا، احنا لازم نشتغل على المعده، هي دي المشكله، هي اللي على طول عايزه تاكل، هي اللي على طول عندها احساس بالاكل. صح. فالموضوع كله امن وسيف جدا، ما فيش منه اي اضرار ولا اي مشاكل. حلو قوي. احنا كمان حاطين ارقام دكتور نور للتواصل معاها علشان الكورس. ودكتور نور كمان يعني دكتور انسانه، يعني لو في اي سؤال كمان حضرتك بتجاوبي عليه. يعني طبعا ما شاء الله. انت عارفه يا دكتور انا كان عندي مشكله مع كلمه كورس. طبعا، يعني بحس دايما بتقلق. ان كورس لا حاجه تانية. غير ان طبعا بتقلق. دي نقطه برضو عايزه اتكلم فيها. بس دايما اي حد بيعمل منتج يسميه كورس. كورس للاسف. الكورس بتاع حضرتك هو فعلا ده كورس كما قال الكتاب، يعني لان انت فعلا في كل حاجه. بالزبط. يعني والله العظيم انا فعلا عشان معجبه بموضوع الشاي فهو يمكن عشان كده فعلا هو كورس. بالنسبه بقى للناس اللي بتقلق، احنا عندنا كونسبت كده اللي هو اخد دواء عشان تخس. لا، يعني ممكن كمان من اهالينا اللي هو أيوة بيخافوا. طبعا في ناس بتقلق مش عارفين ان ده اصلا علاج زي علاج الصداع. عليكي. بالظبط كده. ده انا لو مريض لو عندي شويه صداع هاخد لهم علاج مسكن. هاخد لهم مسكن، مع ان المسكن ليه اضرار اصلا. بالزبط. هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقات تانية بعد كده. بالزبط. لا تعد ولا تحصى. وبعدين انا لو اقتنعت وامنت ان السمنه احد اسباب امراض السكر والضغط والقلب والمفاصل والعظام ودي كلها، انت اول حاجه تكيسل مبايض، تاخر الحمل والانجاب، ده كله بسبب التكيسل المبايض. التكيسل المبايض سببها السمنه. وفعلا في حالات كتير بتبقى عندها مشاكل ان هي تاخر الحمل، واول حاجه احنا عملنا حلقه كامله هنا خسوا. بالظبط. دكتور العظام لو رحتي له هيقول لك خسي. دكتور المفاصل الغضروف طبعا المفاصل. اصل كل ده كل كيلو برافو عليك، كل كيلو زاده في الجسم للاسف بيبقى حمل كبير على الركب وعلى الغضروف وعلى المفاصل وعلى الفقرات. يا دكتور اصلا ده هو الواحد لما بيبقى وزنه حلو بيبقى خفيف مبسوط حابب نفسه. طيب بما اننا معانا حوالي 5 دقايق انا هسكت خالص وهسيبك بقى كده مع المشاهدين تديهم كام نصيحه عامه. بس قبل حضرتك ما تقولي لهم النصايح، احب اقول ان ارقام دكتور نور موجوده كلها معاكم. اتفرجوا على الحلقه تاني ان شاء الله لما تتعادوا على اللينك، كمان تواصلوا معاها، الكورس فعلا فعال وهايل. اتفضلي بقى قولي لنا النصايح. طيب بالنسبه للاسئله النهارده ان شاء الله شحن مجاني عشان خاطر من الحلقه. الله، حلوه ميرسي. عشان راس السنه الهجريه كمان. فده مفاجاه انا كنت عاملاها. طيب انت بالصحه والسلامه. حلوه المفاجاه دي. عايزه اطمنكم يا جماعه على فعاليه الكورس اللي الحمد لله فعاليه تمام جدا جدا فوق الممتازه، وامان، ما فيش منه اي اضرار ولا اي مشاكل. والاهم من كل ده ان في فريق طبي متابع معاكم خطوه بخطوه للوصول للمثالي ان شاء الله باذن الله. يمكن الناس اللي مجربه معانا وعارفيننا هم اللي متاكدين من الكلام ده. في بقى شويه نصايح طبيه كده هقولهم بسرعه، يا ريت يعني ننفذهم برضو. شرب الميه على الريق ده مهم جدا يا جماعه، كل 25 كيلو جرام في الجسم لازم يتشرب له لتر ميه.
اوزني بقى انت كام كيلو، وعلى حسب انت كام كيلو اشربي، على كل 25 كيلو جرام في جسمك. طلعنا كمان، انا اسفه يا دكتور قطعت حضرتك، طلعنا كمان صفحه دكتور، صفحه حضرتك على الشاشه، صفحه الرشاقه والجمال. سر الرشاقه والجمال، اتفضلي اعملوا عليها سيرش بقى على الفيسبوك. احنا طلعناها كمان مع الارقام، هنعمل سيرش ولايك طبعا عشان نستفيد، لان حضرتك كمان بتنزلي نصايح، كلها نصايح برضو بتساعدك على نزول الوزن وعلى خساره الدهون اللي في الجسم، وعلى بنزل فيديوهات رياضيه جميله جدا ومفيده، حاجات حلوه. فان شاء الله باذن الله يكون الكل مستفاد معانا. يا جماعه قسموا اكلكم، ما تكتروش رز ومكرونه كتير، حرام. الرز والمكرونه كلهم نشويات ملهاش اي لازمه، حتى لو ليها بتبقى كميه بسيطه جدا اللي الجسم محتاجها. الاهم من كل دوت الرياضه 3 ايام في الاسبوع. تمام، ده شيء مهم جدا ولازم معظمنا يحاول ينفذه ويطبقه. حتى يا دكتور لو مفيش امكانيه ان احنا نروح جيم، ممكن نعمل رياضه في البيت. اي مشاكل، وحضرتك كمان انا بشوف على صفحه حضرتك بتنزلي على طول خطوات رياضه وفيديوهات كمان بتساعدك، وكلنا قاعدين على الفيسبوك وعلى النت. صح، شغلي اي بدل بقى ما نسال بعض عن طريقه الكيك وعن طريقه البسكوت ال 10 دقايق، لا اهتمي بصحتك شويه، نتفرج على نصايح دكتور. صدقيني عامل نفسي بيفرق جدا مع الست، يعني انا لما بكون شكلي حلو وخاسه ورايحه اي مناسبه، او حتى قاعده في وسط ولادي وانا حاسه ان انا شكلي اتغير وكيوت وجميله، ده نفسيا بيفرق معايا. غير على المدى البعيد السمنه ليها اثار سلبيه، احنا اتكلمنا عليها، سواء اثار سلبيه نفسيه او اثار سلبيه عضويه. صح يا دكتور، بتخش في متاهات وتخش في وجع قلب، بتخش في وجع عظام، ودكتور يقول لك خسي، ودكتور يقول لك عشان يحصل حمل وانجاب لازم تخسي، وادويه كتير بقى. طب انا هتجنب كل ده؟ والحمد لله دلوقتي في منظومه علاجيه كامله، والحمد لله مرخصه وامنه وفعاله، بتنزلك نزول الحمد لله اللهم لك الامن، الامن والفعال في نفس الوقت. وغير ان في متابعه طبيه كمان الحمد لله، الفريق الطبي معانا، فمفيش مشكله. الموضوع دلوقتي عندكم يا جماعه، انتوا المفروض تاخدوا القرار وان شاء الله تكلمونا على الارقام، والنهارده الشحن مجاني، وكل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيبه يا دكتور، احنا نزلنا ارقام دكتور نور، تواصلوا معاها، نزلنا الصفحه بتاعتها، والنهارده عملت لنا مفاجاه حصريا في البرنامج، ان الشحن هيكون مجاني لكل الكورس اللي هو فعلا كورس بمعنى الكلمه، في حاجات كتير. وبجد يا دكتور انا يعني انا والله العظيم على المستوى الشخصي، يعني انت فعلا دكتوره انسانه، مش من نوع اللي هو خلاص انا اديتك برودكت وخلاص مهمتي خلصت معاك. حضرتك بجد بتتابعي، ويمكن خير دليل للصور اللي كانت معانا. الحمد لله اللهم لك الحمد. هنعمل استفتاء تاني بقى يا دكتور كل فتره، ايه رايك؟ تمام، مفيش مشكله. انا نزلت كمان صفحتي وصفحه دكتور نور، صفحتي كمان نزلت على الشاشه، تواصلوا معايا ومع دكتور نور صفحتها كمان نازله، نعمل استفتاء تاني قريب، ايه رايك بقى؟ باذن الله. في ناس كتير سالتنا كانت على الكيتو دايت، ايه رايك الاستفتاء الجاي؟ الحلقه الجايه ان شاء الله، والحلقه الجايه نتكلم عليه. تمام ان شاء الله، باذن خلاص الله. يا دكتور احنا بجد انا متشكره جدا جدا، الحلقه كانت حلوه معاكي. في نصيحه اخيره تحبي تقوليها؟ الرياضه يا جماعه 3 ايام في الاسبوع، شرب الميه كتير جدا مهم قوي. تمام، اهتموا باكلكم شويه، مفيش اهم من الصحه. السمنه ليها اضرار كتيره جدا صدقيني، فيما بعد انتوا اللي هتندموا، يعني اللي يعني بجد. صح. والموضوع بقى اسهل مما نتخيل، الموضوع ما بقاش فيه معاناه الحمد. صح. لله. صح. فنحاول نشتغل على نفسنا شويه، نحب نفسنا شويه، عشان حتى تشوفوا الحياه حلوه، لان ضغوطات الحياه كتيره جدا فعلا يا دكتور. فانا هون على نفسي على قدر المستطاع، احنا نمسك السبب ونمشي وراه، وهو سبب كل الحاجات والامراض هي اعتقد الوزن الزياده. طبعا. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور نور. دكتور نور احمد استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه النحافه، حضرتك شرفتيني، بس لازم نتقابل في حلقه تانية وقريب علشان نكمل سلسله الاستفتاءات. زي ما دكتور نور، انا احب اختم بكلامها زي ما دكتور نور قالت، هي صحتنا يعني تعتبر بدايتها وزننا، وان احنا ازاي نقدر نبقى دايما في صحه كويسه. هستناكم في حلقه جديده، انا نزلت لكم البيج بتاعتي وكمان بيج دكتور نور، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله تكون مفيده زي الحلقة دي، وحلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاياتنا مع هبة.